مشاهدين الكرام، ضمن جولات الحقيقة الدولية الميدانية لتسليط الضوء على واقع المرور في شارع الملك عبدالله في محافظة الزرقاء وتحديدا هذا الوسط التجاري، كان لنا هذه المجموعة من اللقاءات. مزدحمة يعني كثير السيارات من المحلات والبسطات، وهذا الشارع صار ضيق كثير. والبسطات أكثر شيء، البسطات. من البسطات. يعني إلي ربع ساعة بالشارع من فوق لهون. بعد من البسطات والسيارات اللي صافي مزدوج. نعم. والأوتوبارك اللي حاطينه بس على أطراف الزرقاء وشوارع، خاصة شارع السعادة وشارع الملك عبدالله وشارع الشهيد، المفروض ما يكونش فيه أوتوبارك يعني. والله أزمة خانقة هون يعني، والله ما أنا عارف. طلع أنت عملوا النهاية عشان يأخذوا ليرات كل يوم، والله أنا علي 5 ليرات يمكن ما بخلوني أصفون، كل ما ميجي بدك تصف بقول لك عليك ليرة، وزي ما تشايف السوق نايب الحمد لله. كثرة السيارات من حيث المبدأ يعني، في نسبة كبيرة من السيارات. والله العالم الشوارع ما شاء الله، والسيارات اللي بصف على اليمين وعلى الشمال ومزدوج. السبب انه البلد تعبت سيارات والشوارع هي يعني ما تغير على إشياء الشوارع نهائيا. من السيارات اللي واقفة هون واللي بخدوها الانصاص واللي بوقفهم بخليهم موقفين بالسيارة. السبب انه ضيق الشوارع والسيارات حاجز مسرب، يعني مسرب واحد شغال. يعني هياك انت شايف شاغل امير، هذا شاغل الملك عبد الله، تفضل كل واحد شايل بسيارته وبسطه، سيارته وبسطه. في ازمه، والسبب انه طلع كيف الطرقات، طلع كيف البسطات، طلع كيف الناس صافه، ما في تنظيم، ما في شيء نهائيا، شوارع ضيقه، اصطفاف كله غلط. يعني زي انا مثلا واحد اللي وراي صاف لي سيارته بنص الشارع مزدوج، كيف بدنا نمرق احنا؟ ايه والله ازمه السوق، انت عارف انت بمنطقه وسط بلد، وطلع الناس كيف صافه والبسطات، يعني مش عارف، يعني أزمة مش طبيعية. لسه اليوم لسه العجل ماشي، بس بشكل عام أزمة. يعطيك العافية. محمد عليان أبو عرار، مدير إدارة الأسواق بلدية الزرقاء. إحنا عاملين حملة الآن على البسطات، إحنا عارفين الوضع الاقتصادي للناس، وعارفين أنه أصحاب البسطات من ذوي الدخل المحدود وعليهم التزامات ومرعيين أوضاعهم، ولكن إحنا أعطناهم آلية معينة في طريقة التبسيط، ولكن للأسف في مجموعة منهم أو معظمهم مش متقيدين في الأمور اللي أعطناهم إياها. في تعليمات من عطوفة الرئيس بإيجاد أسواق بديلة لأصحاب البسطات، وعاملين بنعمل حاليا على إيجاد هذه الأسواق. هذا الكلام سمعناه من سنين أستاذ، يعني ما جد أي جديد. أكيد هاي مشكلة قديمة جديدة مثل ما بنحكيها، مثل ما حكينا وأكدنا، في تعليمات من عطوفة الرئيس في ترتيب موضوع الأسواق خصوصا الوسط التجاري. وان شاء الله احنا يعني هنا شايفين الشباب كمان على يعني هين كنتوا على الاطلاع، على اساس ان بنعمل حمله في ترتيب البسطات. اللي مش ملتزم قاعدين للاسف، اعطناهم انذار اول مره وثاني مره ثالث مره. اللي مش ملتزم بدنا نعمل للاسف اللي هو مصادره بضاعته. هناك من يقول بانه اصحاب المحال التجاريه تتقاضى مياومات من اصحاب البسطات، خصوصا اللي بتفترش بسطاتها امام محلهم. احنا سيدي العزيز يعني الموضوع انه اصحاب المحلات التجاريه بتتقاضى من أصحاب البسطات هذا مش وارد، ولكن في بسطات لأصحاب المحلات التجارية، يعني في بسطات عدة لأصحاب، ممكن أنا أرافقك وأطلعك عليهم إنه في بسطات لأصحاب المحلات التجارية. طب ما عنده محل ليش ليفتح بسطة؟ والله بحكي لك إحنا يعني الزبون إذا ما شاف البسطة ممكن ما يقدر يدخل على المحل، يعني في عندهم مبررات. مشاهدينا، في ختام هذا التقرير نود أن نلخص لكم الأسباب الرئيسية التي سلط الضوء عليها المتحدثين، ألا وهي سببين رئيسيين لحدوث الأزمة، وهي السيارات التي تقف على يمين الشارع مزدوج كما تشاهدون الآن، إضافة إلى البسطات المترامية وبدون رقابة. للحقيقة الدولية، كنت معكم موسى العوضات.